بقى في منزل الأستاذ عادل اللي استقبل الرئيس عنده في البيت. يا بختك يا أستاذ عادل، أخبارك إيه؟ والله في خير يا معالي الباشا، كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. هتسمح لنا بقى نتعرف على العائلة الكريمة؟ يا باشا تفضل، بيتك ومكانك. عبد الله عادل فكري، 21 سنة. زياد عادل فكري، كم سنة؟ عندي 16 سنة. 12 سنة. مدام أم عبد الله، أهلا بيك يا فندم. وطبعا أستاذ عادل، عادل يا فندم معاك تحت. ازاي الصحة؟ ايه الأحوال؟ والله بخير الحمد لله. كنت بسأل بقى يعني استلمتوا البيت هنا امتى يا أستاذ عادل؟ احنا مستلمين الشقة دي من سنتين كده. من سنتين؟ اه. طب ده شيء رائع جدا، ومستلمينها حلوة كده؟ اه، احنا بس ضفنا اللون ده بس وخلاص. اضفتوا اللي هي الحاجات بقى، اللمسات بتاعه العيله، اللمسات ده اللي انتوا عايزينه. قول لي يعني الحته هنا هو في سدس الامره كانت ايه وبقت ايه؟ والله هنا قريه سدس الامره تبع لمركز بيبا محافظه بني سويف. من ساعه ما دخل برنامج حياه كريمه هنا القريه اتنقلت نقله نوعيه تاني جدا، يعني حاجه فوق الوصف والله، فوق الخيال. ومش القريه هنا بس، جميع القرى المجاورة لقرية سيتس أو كل قرى مركز بيبا. أيوه. النهاردة حصل فيها نقلة حضارية جامدة جدا، يعني القرى دي في قرى ما كانش فيها صرف صحي، دخلها صرف صحي، دخلها غاز طبيعي، دخلها شبكات مية جديدة، وشبكات مية بأقطار أكبر من اللي كانت موجودة، شوارع جديدة بتترصف وشبكات نت. وهنا على بعد 7 كيلو من هنا كده في كوبري بيربط الصحراء والشرق بالصحراء والغربي، لسه بيتعمل، هو قرب يتنشئ خلاص، فاضل فيه حاجه بسيطه كده ويخلص. شيء رائع. بيبعد عن القريه هنا 7 كيلو كده. نسال الست ام عبد الله رايها ايه، رايك ايه؟ كله كويس والله، كل حاجه كويسه، كفايه ان بس الاولاد وهم رايحين المدرسه ما بيتعبوش، هي بس ما فيش خمس زي كله بقى في المدارس، حتى ثانويه عامه اللي كانوا بيركبوا لها مواصله دلوقتي عملوا هنا ثانويه عامه. طب كويس. مع هدين وكل حاجه هنا موجوده. كانت المساله زمان متعبه. لا لا كان ما فيش الخدمات دي كلها، فدلوقتي الحمد لله في حاجات كتيره جدت. لا في حاجات كتيره بسم الله ما شاء الله، كل حاجه بقت موجوده. وانت ايه رايك عم زياد؟ والله انا برحب بالرئيس السيسي، بقول له شكرا شكرا انت جيت لي. يا سيدي دي حاجه جميله. وايه رايك في المكان هنا؟ والله حلو. عجبك يعني؟ مبسوط؟ ايوه. مش عايز اي حاجه؟ طيب لا شكرا. احنا ما يفوتناش بقى ناخد راي عبد الله. والله يعني احنا النهارده احنا كنا واقفين في البلكونه كده، يعني بنرحب بالرئيس، يعني بنقول له اتفضل مره واحده لنا طلع علينا، يعني اللي هي الفرحه دخلت بيتنا. لقيت الرئيس دخل فعلا، يعني اللي هو يعني طبيعي معانا، يعني وبصراحه انسان كويس. طب بس ونتمنى له كل الخير في البلد. انت كشاب كنت شايف سدس هنا هو كانت عامله ازاي وبقت ايه؟ يا سدس يعني حصل تغيير كتير، يعني كانت شيء دي سدس خالص، يعني التطور ده حصل في يعني فترة قليلة، واللي هو حصل بحاجة كويسة. بس النهاردة يوسف بيت تيجي تقول لأي حد تقول له قرية سدس الأمراء يقول لك ما تقولش قرية، قول محافظة سدس الأمراء. الله أكبر، والله أي حد عظمة. أي حد كده يعني أنا بقول سدس بتتجمل، قرية سدس بتتجمل، رد علي واحد في الفيس قال يا أستاذ عادل ما تقولش سدس، قول محافظة سدس. يا سلام سلم، والله مش اقل منك. مش هقول لك مثلا قريه داخل مركز داخل محافظه، لا دي مدينه داخل مدينه والله. طب عبد الله انتوا كجيل كنتوا حابين كده، يعني كنتوا شايفين ان الوضع بتاع زمان مش ولا بد، كنتوا عندكم طلبات، عندكم احلام، عندكم تصور للمكان؟ والله واحنا يعني جيل، يعني اللي هو احنا جيلنا غير الجيل بتاع زمان، يعني الجيل بتاعنا فيه تغييرات كتير، يعني اللي هو انت ظروفك الان مش زي ظروفك بتاع زمان، اللي هو انت يعني حياتك كلها اتغيرت. بس فاللي هو يعني انت دلوقتي انت بتطلع مع الدنيا، لكن الدنيا الاول كانت في النازل. بس فاللي هو يعني الحمد لله. حاسس ان الدنيا في الطالع؟ يعني الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. انا عايز اشكركم جدا على استضافتكم لينا. الف الف شكر ليك يا باشا. شكرا لحضرتك، شرفتونا والله. شوف كل الناس الحلوه النهارده والله جات لنا والله. يا بختكم والله، كل الناس الحلوه النهارده شرفتنا النهارده في بيتنا والله. ده شرف لينا كلنا، والف الف شكر ليكم. ونستاذن يا باشا، اتفضل. السلام عليكم.